وان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تفرجوا فينا في عدد جديد من برنامج ألو شاف، برنامجكم اللي تحبوه، برنامج الطبخ، برنامج الوصفات، برنامج تاع لي شاف هدية. اليوم راح تكون معنا حاضرة شاف بشرى، شاف تحبوها بزاف، شاف بشرى الخير. مساء النور أسيا، مليحة؟ ريحتي شوية؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله. أول حاجة نروح ونرحبوا بالسبونسور اللي راهم حاضرين معنا دائما وأبدا، الشوكولاتة الغنية عن تعريف شوكو دادا، اللي حاضرة بمنتوجاتها أنواع الشوكولا وأيضا الكاكاو. ممول رسمي آخر للبرنامج حاضر معنا دائما هي مارغارين ماني. مارغارين ماني راح نستعملوها على ما أظن اليوم في الوصفات تاع نهار اليوم، راح نستعملوها. قالت لي بشرى وي راح نستعملوها إن شاء الله. تقدروا تتواصلوا معنا على رقم الهاتف اللي دائما في خدمتكم، رقم الهاتف اللي راح تشوفوه اسفل الشاشه 023 70 92 94، باش تقدروا تشاركوا في المسابقه اللي مازالت كاينه. مسابقه راح تجاوبوا على السؤال اللي راح تطرح لكم الشاب بعد قليل ان شاء الله. ركزوا برك ثم غير ركزوا برك مع واش راهي تهضر، لان راح تطرح لكم سؤال راح تجاوبوا من خلاله، راح تربحوا هذا الميكروند من طرف شركه بروند. قبل ما نطول عليكم نروحوا عند بشرى ونشوفوا جابتنا الوصفات تاعنا اليوم. مساء الخير مالح بشرى. مالح وحلو اليوم. مساء الخير الاحلى جمهور، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا فينا. وصفات تاع اليوم هو وصفات كنت طلبتوهم مني بزاف بزاف، انا جبتهم لكم اليوم. اليوم عندنا شريبه فريك على طريقه الناس الوسط، على بالنا بلي كل دار كيفاش كل بلاصه كيفاش يديروها، وثاني ميم كل دار كيفاش تخدمها، يعني الطياب توجور من الطياب ما نحبش نبريسيزي فيه، على بالي بلي كل وحده وكيفاش طيب. اليوم انا جبت لكم شربه فريك طريقه الناس الوسط، جبت لكم ثاني ليكيش باللحم المفروم والسلق، لا فاس ديروا نتوما واش تحبوا، وجبت لكم كيكات الكوكيز اللي راهي طوندونس. دونك هنا بالنسبه نبدا بيان سور بشربه فريك باش طيب لنا. بالنسبه لي زانغريديون تاعنا واش عندنا كامل، عندنا هنايا 300 غرام، انا حبيت نعطيكم هكذا المقادير ابيبخي ل 10 اشخاص، يعني الشريبه تاعنا راح تكفينا ل 10 اشخاص. عندنا هنايا 300 غرام تاع لحم غنمي، هنا تحبوا 250 300 غرام. عندنا هنايا حبه تاع زروديه وحبه تاع كورجيت، حبه تاع قرعه كنت رحيتهم كيف كيف في اشواغ. عندنا هنايا حبه تاع بصل تكون كبيره، 4 حبات تاع طماطم كنت رحيتهم بالاشواغ ثاني. بالنسبه لليزيبيس تاعنا واش عندنا كامل، عندنا ملح، فلفل كحل، هنايا سنينه تاع ثوم اختياري، كاين اللي حبي يديرها كاين اللي محبش يديرها، انا توجور نديرها باسكو تمدقو للشريبه تاعي. عندي هنايا عكري، اللي حبي يدير عكري حار يدير عكري حار، اللي ما يحبش الشريبه تاعو تجي بزاف حاره باسكو حنا نديرو لها ديجا راح نديرو لها من بعد هذا القرن تاع الحر، اللي ما يحبهاش حاره بزاف ينقص. وعندنا هنايا كميه تاع راس الحانوت، على بالنا بلي الشريبه تجي بزاف بينا براس الحانوت. وعندي نص عود قرفه. دونك هنا باش نبدا كيما على بالنا بلي الشريبه تاعنا توجور نديرو لها السمن، مغرفه تاع سمن مع مغرفه تاع زيت، كيما نقدروا نديرو مارغارين ماني بزاف بنينه وتمدقو بزاف بنين. انا حبيت نبدل شويه ندير مارغارين ماني. اليوم شربه فريك، البارح ثاني درنا نوع من انواع الشربه بشرى، شتها تشهي يعطيها الصحه كريمه. يعطيها الصحه ولا غير صح بنيه، باسكو كنت قلت لكم البارح ندوقها ونقول لكم اسكو بنيه شتي. انا البارح بصح دارت سكسي، دارت بصحه للبارح. قاعده اللي تعيط نقول لها تعرفي شربات القانون، تعرفي شربات القانون، كاين بزاف اللي قالوا لي نعرفها، كاين كيما كاين بزاف من اللي بعثوا لي وقالوا لي انا ثاني جامي سمعنا بها، وقلت لكم ندوخها نقول لكم الى بينا. شاف ام فارس علي ولا غير يعطيك الصحه، بزاف بنينه الشوربه تاعك، بزاف 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 بنينه، انا جاتنا بيزا على الاول بصح صح بنينه، جربوها. وماما صباح عيطت وحده في صباح الشروق إيه؟ مع شاف نادين ثاني قاتلوا عليها، قال لها كاينه شربات ونديروها، حيعاود يديروها ان شاء الله في برنامج صباح الشروق ان شاء الله مع الصباح. حكموا على الحاجه بلا ما نعرفوا زعما اسكو بنينه ولا لا، مي كي تسيب تجربي فريمون. قال لي ياسين استعفي بالهزيمه، علاش هزيمه؟ ما هو ما نعرفوهاش ما نعرفوهاش. هذه هي، وكان بزاف ما نقدرش ندوز لي ميساج تاعكم كاع، كان بزاف بعثوا لي قالوا لي ما عرفتهاش، اللي يجي الجمهور غادي قال لي ما نعرفهاش، سبحان الله. لكن صح حاجه جديده وحاجه بزاف بنينه وصحيه ثاني. وانا تقدري ميم لي زونفون صغار اللي ما يحبوش الخضرات يعني تدخلي لهم الخضار بهذا لي سوب لي سوب شربه لي سوب. كنتي بديتي بشرى.
هذه شربة فريك خلاص ما حاش نسق فيكم تعرفوها كاع شربة فريك يدو بوك شويه هكذا لي زاستيس يدو شويه مليحه ليهم. حنا بالنسبه للشريبه تاعنا واش نديرو؟ نديرو هذيك المغرفه تاع السمن ولا تاع المارغارين مع المغرفه تاع الزيت. حنايا ما كثرش بزاف ليدان باسكو على بالنا بلي ديجا اللحم تاعنا فيه هذيك الشحم، يسمى ماذا بينا ما نديروش باش ما تجيناش بزاف ميدومه الشريبه تاعنا. حنايا نسبق توجور باللحم تاعي نخليه هو الاول. هانيك ام ايوب للحلويات قالت لك تعلمنا حاجه جديده البارح شوربه قرنون، يعطيكم الصحه الاطباق. ياسين روح شوف لي كومونتير شوف لي حاجه جديده. علاش ماشي غير انا ياسين قال تقبلي الهزيمه بلي كاينه على بالي بلي كاينه برك انا راني نطلع فيها على بالك. وكاين بزاف قالت تعلمنا حاجه جديده بيان سور. سلام شاف بشرى قول لنا واش مسميد نوعيه مليحه لقلب اللوز؟ واش مسميد نوعيه مليحه لقلب اللوز تاع الميزان هو الهايل وجينيرالمون كي يقرب رمضان تسيبيه قليل. هنايا نبداو باللحم تاعنا هو الاول نقليوه ومن بعد نزيد الكميه تاعي تاع البصل. ما تنساوش كاين المباشر اللي من خلاله نقراو تعليقاتكم. بشرى ما تنسيش بشرى انت ولا اروع راكي مميزه وعارفين شكرا ليك. ما تنسيش بلي عندك سؤال لازم اكيد وجدي اكيد طب لا لا راح نقول لك على شريبه فريك جون ماذا بيا نسهل لهم شويه السؤال لي كيستيون هذوما وشنو هو السر اللي يخلي شريبه فريك تجي بنينه؟ انا غير في الاسرار يا مات هذو شنو السر الاسرار اللي يخليك الطبخه معمر بالاسرار لك بالاسرار. يلا شنو هو السر اللي يخلي هضرتيها ولا هضرتيها ولا لا لا كي قلتي لي دوكا جاني هاد لا كيستيون شنو هو السر اللي يخلي ما تسقسونيش ما على باليش وراه هنايا راه هنا البنات شوفوا هنايا كي بدينا الشريبه تاعنا واش كنا درنا؟ درنا المغرفه تاع السمن والمغرفه تاع الزيت. كما تقدروا تبدلوا السمن بماغاين ماني باسكو بزاف بنينات مدقو بزاف بنين. درت القطع تاع اللحم غنمي تاعي انا هنا كنت درت حوالي 300 غرام. هنا اللي حب القطع تاع اللحم تاعو يخليهم كبار ومن بعد كي تجي حطيب بون كي يطيب كامل اللحم تاعو يفتو مع التالي باسكو ما نخلوش هذاك دي مغصوب بالعظم هذاك. هنا درنا اللحم تاعنا يتقلى زدت له هذاك البصل. البصل تاعي كنت درته في اشواغ ديجا دوكا نخلوها هنايا من الاحسن نخلو التقليه تاعنا هذيا نخلوها يعني طول شويه هنا قد ما نخلوها يعني طول يعني تاخذ وقتها راح تجي بزاف بزاف بنينه. هنا بعد ما يعني توجور بداو بالحاجه هنا درت اللحم ومن بعد زدت شويه زدت عليهم البصل دوك هنايا نزيد الخضار اللي كنا درناهم كنت درت حبه زروديه مع حبه قرعه رحيتهم كيف كيف في اشواغ راح نزيدهم. من الاحسن هنا تنقصوا له الفرن تنقصوا له لو ماكسيموم باش تتقلى في عقلها يعني ماشي لا سوب قد ما تكثري لها ولا شريبه كيما على بالنا قد ما يعني تخططيها وقتها قد ما تجي بنينه. ننقص برك شويه الفرن فوالا على بالي بلي كامل نعرفوا نديروا شريبه فريك ماكش ما يعرفش يديرها مي كل وحده وطريقتها. هنا نبداو قلنا باللحم هو الاول ومن بعد زدنا البصل تاعنا زدنا الخضار تاعنا هنا نقص لها شويه ولا نبدل برك الفرن باش تاخذ شويه وقت. هي لازم تطيب ابتي في طيب هي من الاحسن في الفخار شتي طيب بنينه في الفخار واحد يديرها ما في رمضان نعطوها وقتها فريمون صح. نور ضحى قالت لك راني صايمه وشهيتوني مع الشربه فريك بنت رمضان حبيتها صيامك في الجنه حبيبتي تقدري ديريها هذا كاين الوقت ومشي لازم باللحم اسيا يقدروا باللحم كما يقدروا من بشويه طرف تاع دجاج يديروها من بالدجاج تجي بزاف بنينه. انا حبيت نعطيها لهم على طريقه نفس الوسط يعني الوصفه الاصليه تاعها. دوك هنا بالنسبه للشريبه تاعنا نخليها هنايا توجور كل ما ديروا حاجه زيدوا السنه يعني خلوها تاخذ كامل هذاك لوغو تاعها ونخلوا الخضره هذيك تخرج كامل الماء تاعها باش تجي بزاف بنينه وتجينا خاثره مع التالي. دوك هنا بالنسبه للشريبه فريك تاعنا خلوها تقلى نروحوا دوكا الوصفه الثانيه. بالنسبه للوصفه الثانيه واش درنا؟ عندنا اليوم ليكيش الوصفه تاع ليكيش خيرت الحشو يكون بالسلق واللحم المفروم. لا معليش راح نستقبلوا المكالمه هما راهم يشوفوا معك الوصفة. ألو مساء الخير. ألو ألو مساء الخير. مساء الأنوار راكم ملاح؟ لاباس الحمد لله. عيطي شوية باش نزيدو يكونوا ملاح باش نسمعوك. لا كي أكيد سمعي فينا؟ راني نسمع. لاباس أكيد مليحة؟ صافا الحمد لله. ها
الحمد لله. شكون معنا؟ انا راويه من البويره. نعم راويه من البويره. راويه من البويره. ايه مرحبا بك راويه. كي رقده؟ لا 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 تاعك رقيقه وني نسمع فيك من بعيد. صافا واش راهم الناس البويره؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. مانيش مصدقه كي ريبونديتو عليا. نعم مانيش مصدقه. ما كيش مصدقة. لا لا صدقي راكي ريبوندينا لك وراكي على المباشر وكي تحكي معنا. أنا متتبعة وفية. نعم متتبعة وفية بزاف. والله ما نسمع فيك مليح. متتبعة وفية. متتبعة وفية بزاف. وفية بزاف. مرحبا بك مرحبا بك. عندك شحال شوفي ألو شاف؟ عندي شحال من اللي بدأ ما لا جربتي وصفات من ألو شاف؟ سابا وش جربتي؟ ما جربنا بزاف وصفات شاف نادية شاف بشرى. وعجبوك نتحولك؟ ايه نتحولي ما شاء الله الحمد لله. راوية تعافي طيبي شوية. صافا شوية صح. وشنو هو السر اللي يخلي الشوربة تجي برينة هكا؟ لا ضحكت. او غير هنا لا تعرفي لا لا او غير هنا برك قاتلك راوية. شوفي مادام انا تاني ما نعرفش ما غراني كتبتك وحطيتك خلاص تعيشي. معليش نورمال انا نضامن معاك. انا تاني مازال ما على بالي شنو السر هذا. على بالي على بالي تعرفي بس كاين اسرار بزاف. اسرار بزاف. معليش عطينا سر واحد. معليش قولي لنا ونقولوا لك الا صحيح ولا الحمد بالك الغني بالك القصه الغني. ايه صحيح بالغني جبينه ثاني جبينه صح. لا لا ماشي هو شي لازم الحم باش تجيبي لينا. حنا في الجيم لي كومونتير على بالك. على بالي. نعم حنا في ولايه البيره مشهورين بالشربه الشريره. ما ديروهاش بلا الغنمي. نديروها بالغنمي والحشاوي شارو قصبات. لازم الحشاوش هذاك هو كي حنقول لك سر بصح نجيب لي ربي ماشي هو الحشاوش هذاك باينين لازم هذاك لازم بلك في التقلية. عفوا أنعم في التقلية تاع باش نقليوها بسمن صحيتي خياطة إن شاء الله. معليش هذه ثاني إجابة صحيحة. إجابة قالتك معليش اعتبروها إجابة صحيحة. معليش راوية إن شاء الله هاني حطيت اسمك وراكي في المسابقة وحظ موفق. تعيشي إن شاء الله. ماني سلام. عندك حاجة حابة تضيفيها؟ لا لا ولا نشكركم على هذه الحصة وبالتوفيق. شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا. تعيشي يعطيكم الصحة على هذه الحصة ولي شاف كامل. بلا مزية. هيا باي باي. مع السلامة. باي باي. باي باي. السر البنه تاع الشوربه هي ثقيله والنار تكون هادئه وكثري الحم كل ما تكون الحم بزاف تجي بنينه وزيد طنجره تاع الفخار. هي على كل حال كل حاجه ماشي الشوربه كل حاجه ديريها بزاف الحم. الحم على الاول اجابه صحيحه بصح باش تكثري الحم ماشي كاع الناس زميل. انا في الدار جينيرالمون ما نحبش اللحم. انا ما عندي صح. حاجه في اللحم نديرها بالدجاج. بالدجاج وبالدجاج تجيب لها بنينه تجي بنينه تجي بزاف بنينه تجي خفيفه هايله مع الدجاج فيه ليدام ثاني تزيد فوالا. يلا قالتكم لا لا مش بزاف الحم حاجه شي لازم بزاف الحم نورمال كل واحد ومقدوره صح صح. راه غير هنايا راه غير هنايا السري دور يعني في البريباراسيون ماشي في لي زانغريديون. واش راه يعطيك الصحه حبيبتي راكي في القمه. السر هو اقلي الحم والبصل جيدا على نار هاديه. السر هو قليان المليح تاع شوفوا هذا السر تاع القليان مليح تاع لي زانغريديون في كاع الماكلات تجي في الشوربه كي هكا تاع هو الاجابه صحيحه. خلاص اوكي ديري اوكي جيم نعاود بس نعاود عاود قالت لك السر هو كي تقلي الحم في السمن والزيت. عفوا السر السر في السمن فوالا السمن والزيت هذه هي مساء النور سيت لي سوفلي تاع مساء النور اسيا سيت لي سوفلي تاع كريمه البارح جو روعه جو هايلين. راح لي كومونتير راح لي تعليق صحكم بزاف هايله. زيدي فيه شوربه تاع القرنين ولا غير زيدي فيها هايله. كملي خيرك كملي خيرك.
دقت الاسئله كيفاش ما تعرفيش كيفاش ما تعرفيش السر هذا نورمال يعني ماشي عيب ولا حرام ما نعرفش ما عرفناش شي ما عرفت انا باش نقصر وبرك اكيد كل امراه في دارها راهي شاف راهي شاف كيما قالت بشره بارك هنا بالنسبه للافاخ تاعنا تاع ليكيش واش درت كامل درت هنا مغرفه تاع الزيت درت كميه تاع اللحم مفروم حوالي 200 غرام دوك نقول لكم هذه الكميه شحال تجيب لنا في بخيم الحبه درت معاها شويه تاع ملح فلفل كحل ودرت كميه تاع سلق هنا قطره ما درتهاش يعني خليت السلق يطيب هكذاك شوفوا كيفاش طاب هنا بالنسبه للافاخ تاعنا ما نخليهاش طيب 100% خليها طيب واحد 80% يعني غير تقرب الطيب طفولها والثاني شويه تاع بصل اللي حاب يزيد شويه تاع ثوم تجي بزاف بنينه ثاني واش عليه يزيد شويه تاع ثوم هنا لافاس تاعنا كي ديروها لافاس تاع ليكيش توجور كي ديروها ما تكثرولهاش بزاف ليدام ما تكثرولهاش كميه كبيره تاع زيت ولا تاع زبده علاش باسكو كي ديروا لافاس تاعكم من بعد ديروا لا كريم باسكو عندنا اون اباري راح نديروها هذيك لا كريم بعد ما طيبنا لك لاكيش تاعنا راح تجي مشمخه الوغ الا شفتوا بلي لافاس تاعكم اي شويه مشمخه توجور صفيوها كامل من هذاك الليكيد اللي يكون فيها وبيان سور لافاس تاعنا تكون بارده على هذيك بيت بلافاس تاعي باش تبرد لي وتوجور الكميه تاع كي نكونوا حنديروا فاس فيها سلق توجور كميه تاع الملح تنقصوا باسكو السلق عبنا بلي ثم يولي مالح الوغ نقصوا شويه وعندنا ثاني اون اباري حنديروها يعني شوفوا بلي لاباط فيها الملح لاباري فيها الملح وثاني لافاس حنديروا لها الملح يسمى توجور يكون هذاك ليكيليبر في الطياب تاعنا فوالا انا قبل ما ننسى بشرى وراي التمرين تاعك خليتي عليه بديتش تريح بالماكله حبيت برك نشكر انسانه طيبه جدا اسمها نعيمه علي يحيى مدام نعيمه شكرا لك جات حتى لعندنا درك قبل ما نبداو المباشر جات حتى لعندنا وجبت لنا الورود ربي يخليك ان شاء الله ورده يا ربي انسانه رائعه جدا ربي يخليك شكرا لك يعطيك الصحه على حبك لينا حبك للبرنامج حبك لقناه الشروق شكرا جزيلا عندها وليدها بركه عيد ميلاد سعيد حبيت نقول له شبوط رياض فوالا ان شاء الله عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بالف الف خير يا ربي شكرا لك ثاني على هذا المفاجاه يعطيها الصحه وكل عام وليدها بالف خير ان شاء الله شوفي حفيس كيما هذوما فريمون يزيدوا فيك صح يزيدوا فيك ويزيدوا يخلوك دائما تمدي الافضل فوالا هنايا واش درت كنت كملت درت الطوماط تاعي ودرت بعد ما خليت الخضار تاعي كامل يعني تقلى وتخي تخي بيان زدت لا طوماط كونسونطري قيس مغرفه كبيره تكون بومبي وزدت ثاني الملح كنت درته ثاني مقبل باش يساعد لي الخضره تاعي انها تطلق هذاك الماء تاعها هنايا انا في الدار توجور التقليه تاعي وكي ندير على الفخار نخليها تفوت ساعه وهي تقلى يعني نقص لها لو ماكسيموم ونخليها في غرضها تجي واحد الشريبه احسن يعني قد ما تنقصي لها قد ما تجي جيب لينا هذه جات تطلع فوالا دوك انا حندير نص عود تاع قرفه شويه تاع فلفل كحل ندير لي زيبيس تاوعي الملح قلت لكم كدرت حندير راس الحانوت دي شربه حمراء اه انا سر في القزبر والكرافس والتوابل وراح ندير هنايا عكري حار حندير كميه صغيره باش ما تجينيش حاره بزاف اللي حبي يدير عكري معكرين حلو يدير عكري حلو وبيان سور لو بوكي غارني ما نساواش انا حنديرها شويه ما انا تاني طيبت الشربه دوكا اللي ما حدو كامل تاع شربات وتاع لي سوب وتاع خاتش اخو كاين بزاف انواع اسيا صح وحده البارح قالت لنا كاين شربه تاع البيتراف تعمل تاع البيتراف تعرفيها بيتراف بون ما درتهاش من قبل بصح على بالي بلي كاين وقالت لي نديروها شاف كايمه البارح خرجنا كملنا دارت قالت لي الشربه قالوا المره الجايه يدير لك شربه تاع اليقطين ايه يديروها صح بنينه بزاف بنينه اسيا ان شاء الله فترقبوا عن قريب شربه تاع اليقطين مع الشيف ام فارس علي هاي حطها في البرنامج بالك الاسبوع الجاي ان شاء الله هنايا درت شويه ما يكون سخون بيان سور ودرت لو بوكي غارني تاعي واش فيه كامل فيه حشيش فيه قزبر ومعدنوس وفيه شويه تاع كرافس هنايا نديرو لو بوكي تاعنا دوكا ما بيد ما يسخن لي الماء راح نزيد ندير الماء تاعي نمرق ونخليها تطيب هنا غير طيب لي اللحم تاعي الخضره سي بون راني درتها ديجا مرحيه من قبل هنا اللي حاب يدير الخضره تاعو من الاول يعني ما يحياش يديرها ومن بعد مع التالي يميكسيها يقدر يديرها هكذاك سينو هنا غير اللحم تاعي طيب لي راح نرمي الفريك تاعي هنا بالنسبه لهذه الكميه راح ندير قيس واحد 150 غرام هكذاك تاع فريك بيان سور نقو تري بيان شلو بلوزيغ فوا باش تجينا بنينه ونرمو الفريك تاعنا السمن والزيت البشرة من فضلك عجينة البيتزا
الا ما شفتش البيتزا تاع عملي فات راهي عطات مالا روحي للعملي فات الموسم اللي فات لقيها في اليوتيوب هكا باش ما تراطيش قالت لك يا راطيتي راطات ولا غير راطات في قلت لك في السر كاين دوكا خلاص قعدت في فمي غير في السر السر في تلقي باسكو التعليقات كامله يبداو السر في ماشي كامل ومن السري شكرا على هذا التعليق الجميل يعطيك الصحه السر هو في التقليه مليح الحم وبصل وزيت وسمن على نار هادئه خلاص لقيتو هذاك هو السر تاع الشربه تجي مليحه هي القليان مليح مليح في الزبده ولا في السمن ولا في الزيت ولا يلا عندنا مكالمة الو مساء الخير الو الو وي مساء الخير الاخت مساء النور مساء النور واش راكي لاباس الحمد لله صافا وانتوما ولا غير الحمد لله شكون معنا بشرى مليحه صافا الحمد لله الحمد لله معكم حميده من بجايه معنا حميده من بجايه حميده من بجايه واش راكم واش راكم ناس بجايه والله غير صافا الحمد لله ناس بجايف صافا الحمد لله سلمي عليهم الحمد لله قولي لنا حميده نعم عارفي طيبي شويه نعرف نعرف لازم نعرف قولي لك اش قالك ما نعرفش هي حشمت تشكر روحها نعرف عندنا تحت الماكله تاع بجايه ماكله تاع بجايه بزاف بنينه عندكم كاش دي كربابين كاش فيصار صحتكم ولا غير صحتكم يسلمك يسلمك قولي لي واش طيبتي اليوم اليوم درت لي زابا بلاصوص اها درت لا بيغي ايه بصحتكم يسلمك سلاد اكي عطيتيني ايدي باش نطيب العشاء وكاش زيتون بدا زيتون ولا مازال كيفاش بديتو الزيتون ولا مازال الزيتون لا رانا معاه وقته راكم معاه رانا مع الزيتون وي وقته اي صح انت تروحي تجيبي الزيتون ولا تروحي لك انا ما نروح انا عندي دراري الله يبارك ربي يحفظهم لك ان شاء الله يسلمك حنونه تعيشي حبيبه انا صح وشنو هو السر تاع الشوربه حنونه نورمالمون تقليه صحيتي نورمالمون تقليه باش تكون بيان سور ليسونسييل لازم الحشيش ولازم مي كي تكون نار قليله وديريها وتقليها بيان هي اللي تجي بنينه فوالا هادي كلش كي يكون رابيد سي نورمال ما صح تجي بنينه تكون يدين بنان تجي بنينه وي صح يعطيك الصحه حميده شكرا لك يسلمك حنونه ليسونسييل واش نقول لكم ما شاء الله عليكم الله يسلمك تبقى قناة الشروق أنا يا ملي نوض صباح وأنا نتفرج فيها شكرا راكم كفيين ووفيين كما يقولوا راكم منورين الشاشة ربي يخليك يعطيكم كل خير إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة تعيشي وهذه هي حبيت برك نبلغ سلامي ليما تشراقة تحياتنا ليها ربي يحفظها نعم قلت لك تحياتنا ليها ربي يحفظها لك إن شاء الله إن شاء الله ربي يحفظها وربي يشفيها إن شاء الله إن شاء الله آمين يا ربي ان شاء الله يا صحيتي تعيشي هيا بسلامه مع السلامه باي باي صحه باي باي شكرا نعاود نرجع ليك قبل ما نروحوا فاصل فوالا نشوفوا مع سي فاكس وحنايا بعد ما مرقنا الشريبه تاعنا خلوها طيب قلنا نخلو اللحم تاعنا يطيب غير يطيب اللحم تاعنا نديروا نرموا الفريك تاعنا اللي كنا بيان سور نقيناه وغسلناه ومن بعد بيان سور هنا الحميصه نسيت ما قلت لكمش على الحميصه الحميصه راه كانت ماشي طايبه ديروها في الديبي في البديه لا كانت طايبه كيما هنا عندي حميصه تاعي طايبه نديرها في لافان وبيان سور نزيدو هذاك الكرام تاع الحار مع التالي ونزيدو شويه تاع راس الحانوت في لافان ثاني تجي بزاف بنينه وهذاك لاتوش تاع بيان سور تاع قزبر ونعناع مع التالي تجي بزاف هايله هنا دوكا نروحو لاباط تاعنا تاع ليكيش بالنسبه لاباط تاع ليكيش فيها كامل عندنا 225 غرام تاع فرينه 125 غرام تاع مارغرين تكون بدا شحال طرفه انا هنا استعملت مارغرين ماني كالعاده درت صفار بيضه ملح فلفل كحل يعطي كو بزاف بنين في لاباط تاعنا اللي ما يحبش فلفل كحل يقدر يفيتي في لاباط ودرت هنايا شويه تاع معدنوس في لاباط ثاني يعطي شكل جمالي ويعطي كو ثاني بزاف بنين انا واش ندير نبسس كامل لاباط تاعي كيف ومن بعد نجيب قدامي ميم با فنجان صغير تاع ما ولا تاع حليب بالحليب تجي بزاف بنينه واللم غير بالمغرفه لازم هنايا لاباط تاعنا تجينا كيما لاباط تاع السابلي ما تجيناش لاباط تكون بزاف ماشي حاكمه روحها وصفات بالبنان
كاين كيك، كاين كيكات، كاين بزاف، كاين دي جو، كاين بزاف وصفات بال الفواكه اللي فخوي يعني الجاتو تاع الفواكه، قالت لك حلويات الفواكه درناها ديجا بصح نعاودوها. قلت لهم ديجا حنديروهم ان شاء الله بصح بشكل جديد هذه الخطره. قطيت لهم لا باس ان شاء الله راكم خلاص حفظوك عن باك بوشه حافظينك، على بالهم كي تكون بوشه يبداو يطلبوا غير الوصفات تاع الجاتو تاع الحلويات. الحلويات هنايا لاباط تاعنا شوفوا، اني غير بيد وحده راني مبس في كامل لي زانغريديون كيف كيف، لازم لي زانغريديون كامل يدخلوا لنا في لاباط تاعنا. هنا واش ندير دوك؟ انا هنا نجيب شويه ماء، تقدروا تطموها بالحليب تجي بزاف بنينه. ندير غير بشويه برك غير ما تنطم لي. هنايا حاضروا جيبوا غير مغرفه وديروا باسكو قاد ثمثم يعني لاباط تاعكم تم تتلم، فوالا تتلم لكم. دوك انت تحليميها بشره وتحطيها تريح، هكذا خليها تريح شويه من بعد ندير الفاسوناج ان شاء الله. انت ليميها شويه بالماء وخليها تريح، وحنا نروحوا فاصل قصير ونعاودوا نرجع لكم مع الوصفات اللي بقاو. هنا مرحبا بكل واحد عاود التحق بينا، لكل واحد عاود التحق بينا اللحظه. رانا مع شيف بشرى مع الشوربه فريك حمراء بالغنمي، الله الله راهي ريحتها واش نحكي لكم. نشم الشم ولا انت يا راكي بلا غريب انا بها انا راني نشم، انا راني بديت نبرا صافا. هاي شفاري نبرايا ولا لا طاقت تاع تاع السلق الكيش. اي الكيش شوفي يقدروا يديروا كيش كبيره كما يقدروا يديروا هكدا دي ميني. دونك هنا بالنسبه للكيش تاعنا هي من الاحسن لاباط تاعنا خلوها ترتاح شويه واحد النص ساعه هكذا في الفريجيدار، سينو تقدروا تفاصونيوهم وتعمروهم بلا فاس برك لاباي يدخلها مع التالي كي تجوا حضروهم في الفوق. دونك هنايا نفاصوني معاكم الحبات تاعي باش ندخلهم يطيبوا، على بالكم بلي كل حاجه هي نورمال تريح شويه باش نخدموها، سينو ضيق الوقت. هذه لاباط تاع ليكيش، فوالا لاباط تاع ليكيش. السلق السلق على بالك وقته وغني بزاف بالفيتامينات سورتو فيتامين سي، هذا الوقت لازم تكثروا من الحشاوش هذا غني بالفيتامين سي خاطر لا غريب قولها ونعاود دايره حاله دايره حاله والله الله يشفيك. ماشي كيما غريب نورمال. آه وي صح 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 طيح فراش بعد شر بشفى على سميه ان شاء الله، سميه ثاني بشفى عليها ان شاء الله. ولا غير راهي طيح راهي فريمون طيح ماشي نهار ولا يومين راهي صح، لازم الانسان يرد باله على ماكلته واش ياكل واش لازم يريح. فوالا سختو لقاتك فا بالاسيا صح، لقاتك عيانه ولا زيدي المناعه تاعك تنقص اكيد. ايه فوالا درت هنايا الشريبه تاعنا اي تغلي. شميتيها ولا مازال؟ مازال مانيش نشم مازال. لا لما الواحد ما يدناش يقعد غير هنا في بلاصتو، واحد ما يدناش هذيك الجهه. شكون عداني ان شاء الله بربي؟ على باليش انا نورمال وخاطيني مشاهدين، انا ما عرفتش بيا شكون مرض الاول. انا خاطيني ما عندكم. شفا عليك ان شاء الله يا ربي، شفا يسلمك حبيبتي. اكيد كاين بزاف 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 اللي راهم على بالك اللي تعيطيني ويقول لك راهو في حاله كامل تسيبيهم لافا تاعهم بدله صح. هنايا ماشي لازم ديرهم في هذا لي سيغسو، اي مول يكون عندكم ديروا فيه، تقدروا ما ديروها كبيره يعني هكذا ديروا معها اون سوب ولا هكذا شريبه وديروا وديروا السل وديروا لي كيش تجي بزاف بزاف بنان. وقتيهم مره على لا تاب واش درت؟ ديرهم مره على لا تاب. ايه راني نشوف خليناها مفاجاه. واش راكي دير شريبه لازم بوراك واش درت بوراك؟ شريبه بشرى جامي جابت حاجه هذيك اللي طيبتها برك يعني الحق الحق. تاي شي حبيبتي لازم تعمر طبله شربه، اللي يقول شربه يقول بوراك اكيد دائما حاضر راهو حاضر هنا. فوالا ودرت هنايا زروديه مشرمله يعني شوفي جات حاره 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 بشرى طيب فيها تقولنا تحبوا الحار تحبوا الحار. لا نحبوا معليش ما عندي حاجه في الحاره نورمال الحار برك ماشي الحار باسكو ولا غير هذا اللي شريته دانييرمون بزاف شتي دي فوا تضحي في فوالا صح بنينه يعطيك الصحه راكي شبحتينا طابلة الله الله يسلمك حبيبتي. دوك هنايا نكملوا ليكيش تاعنا باش نروحوا للكيكه تاع الكوكيز. الكوكيز راك ملي شفتي درتيها من حبات صغار وواحده درت واحده كبيره كي قعدت لي لا با درت شويه صغار ندير ليهم صغار بس كل ما نبغي سات نورمال ماشي. وبيان سور بشرى لازم تكمل كاع لاباط اللي عندها. لا لا ما حش نكملها اليوم باسكو هاد خلعتيني خاطر سينو تخلص على ذاك. لا 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 ما تقعدنا ديجا انت تقعدي مازالك
شيني في لي كاتو صافي لي كاتو كاين دو موديل تشرح في عقلي كل حاجه في عقلي اسمها نورمال لازم تكملي لا في الكاطو لازم تكمل لاباد لازم نكملهم لاباد لازم مش كامل يروحوا فرحانين وجيني على المشتي ما يطيبش جيني على نكملو ما يطيبش هنا صح هنايا كي خصكم ديروا شويه فارين في لو بلان تاعكم تاع الخدمه يعطيكم الصحة وشاف بشرى الله يبارك عليها ويعطيها الصحة والجاب هو تقلية على نار هادية السر هو تقلية البصل الملوخية 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 لازم كل يوم في التعليقات الملوخية يحبوا الملوخية انتم صح ايه. ملوخية ايه انا الحق الحق ما انا جامي كليتها ما قدرتش نسمعها شتيها قدامك شفتها قدامي ماشي خطره ماشي زوج ماشي ثلاثه صح خاطر ايه ناس داري يديروها بزاف هما من الشرق ايه صافي ايه يديروها يسميك صافي يديروا بزاف الملوخيه يموتوا عليها يحبوها ايه. ما انا ما جاتنيش في راسي كامل ما قدرتيش تاكسبتيها ما نقدرش ناكسبتيها سبحان الله كل واحد كل واحد لو غو تاعو ايه صح هي ابارامون بنينه اللي يحبوها بزاف خاصه في الشرق الشرق يحبوها بزاف صح كاين اكرام كفيف كانت معنا العام اللي الموسم اللي فات ثاني كانت بزاف بزاف تحبها كانت اشاك فوا تقول لي عليها ايه تحيه ليها تحيه ليها تحيه كامل الزملاء الله بلغي السلامي البشرى نحبك بزاف بزاف السر هو تبسيمه البشبوشه بشرى شو هي تبسيمه تاعك هذه راهي رابحه ما كانت ديرها في بشرى هذه هي فائزه الاسبوع قالت لك السر تبسيمه البشبوشه انت وبشرى ما شاء الله عليكم جواب وتقليه شكرا لك انا شغل امنتك حنكتبها خلاص حنحطها كتبيها باينة من الكتابة وتجاوب صحيح والله غنكتبك هذه اللي ما غلطتش انت هي اللي حنكتبك لا لا انت تزعفوا كاع ما تزعفوش كل خطرة هكذا نحطوا فوالا دوك حنايا لي كيش تاعنا بعد ما كنا درناهم في ليمول تاعنا هنا ماشي لازم ديسيغسو تقدروا اي مول عندكم ديروه كيما تقدروا ديروها كبيره يعني كيش كبيره تجي ثاني بزاف بنينه قطعوها على حسب افراد العائله تاعكم ويعني ما تشدكمش بزاف وقت هنايا بالنسبه لا كريم ولا لاباي كيش تاعنا عندنا هنايا 100 غرام تاع كريم ليكيد عندنا حبه بيض الى اميلي هنايا اختياري تحبوا تخفوها بشويه حليب كيما تقدروا تخلوها هكذا كي تدخلوها هكذاك تجي بنينه وكي تخفوها شويه راح تزكي لكم لا كونتيتي تاع لا كريم ليكيد تاعكم ندير هنايا شويه تاع ملح شويه تاع فلفل كحل باش ما تجيليش اباغي تاعي صامطه وصفه ليكيش على الشاشه وصفه ليكيش دوك تعاودي تشوفي قالت لك قولي هذا عاودها دوك تشوفوها وصفه تاع ليكيش باش تصوريها الي اميلي ها واش راني نكتبها عطيتها حظ موفق ان شاء الله السر هو تقليه مع البصل حابه نشارككم ونربح ان شاء الله تحكمينا خلاص تاع نقول لك حاجه من بعد غطيني بشرى شويه على هذا كان يخلط فيه شنو خلاص يقول لي جبتيها وراها بزاف خلاص انا نقصر اسكي قرب 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 سبونتاني قولي مي كيف كاع على اليسيفه قولي 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 يس غاضتني هي مريضه معليش يس لازم يهدر مباشر هدري نورمال معليش ليه مخليك تريحي هنا نعمروا لاباغي تاعنا شوفي واحد التعليق نجي اقرايه وحدك شوفيه برك تاع اسامه وعناني ولا شكون هذه ف روحوا كامل عند اسامه وعناني مع واقيل هي شيفا قولي شيفا هي اللي كتبت هذا التعليق وشوف كامل الكومونتير تاعها ولا قولوا لي لا نقول لكم ولا لا لا نقراه لكم قولي ايش اسيا قولي
ولا غير شوفي شتي لي 5 تكوني مرتاحه له تكوني سبونتاني معاه. والله ما تفهم موراها ما انا نصرو برك هذا ما كان فوالا جون كي تكوني سبونتاني مع داك الانسان ترتاحي له تهضري معاه نورمال. نعاودو نقولو برك هنا الوصفه تاعنا قلنا هنايا لي كيش تاعنا لاباط تاعنا من الاحسن تريح نص ساعه في الفريجيدار باش من بعد نيفيتي وتهبط لنا بزاف. يقولي هذوك لي بود يهبطوا لهم كي يدخلوا لاباط تاعنا الطيب. هنايا كيما شفتوني لاباط تاعي درت ما درت يعني ما طيبتهاش من قبل، كانوا يطيبوها 80% ولا يطيبوها 50% وبعد يدوها لها لافاس ويكملوها الطيب. انايا لاباط تاعي خضراء، لافاس تاعي طايبه 80% طيبهاش 100%، ولا كريم ليكيد تاعي هنا تحبوا تزيدوا فرماج تحبوا تستغناو عليه هي هكذا برك بنينه. نديروهم على فرن مسخن مسبقا ربع ساعه هكذاك من قبل على درجه 200 درجه، ندخلهم يطيبوا. وهذه علاش خليتيها محلوله هكا باش تنفس باش ما تاتيش؟ اي باسكو راهي تساه راهي بقبق. قولي دوك يقولي ياسين انا نشوفو فيها تبقبق ماشي حتى تقولي. اسيا تخدم لنا كيكات الكوكيز. واش داني نجي واش داني نجي حكمتيني خلاص. الجمهور واش هاد عليك ملي جيتي جامي عاونتيني. هايدا خلاص هادي قعدت عداكم تعاوني في الخفاء ما شافوش ما شافوش في الكواليس. معليش شكون دوك شكون هو جايبها من الاخر؟ ها هنايا برك اسيا نروحو كيكات على الكوكيز بعد برك هنايا شويه نجيبو لافارين. هنا نسحق لها مارغارين ميزان لا مارغارين هيك نا غرو كوكي فوالا ولا كيكات الكوكيز. كيكات الكوكيز هنا نروحو بالنسبه للمقادير تاعنا. بالنسبه للمارغارين 125 غرام فوالا تاع المارغارين. انا اسيا لازم تقعد معايا باش ما تلفليش باسكو اليوم كاين 3 غسيت باش ما تلفليش برك فيها. كي تشوفي ريجك الحجم الماكله تجي هكا بنينه كي نكون هنا كي نكون هنا ما تجيش بنينه انا نقول لكم. هكا اسيا 125 125 سكر بني بعد تمر كريمة يوم ديتها مرايا روحي معليش. الوغ حنا عندنا 125 غرام عندي هنا 125 غرام تاع مارغرين دوكا بالنسبه للسكر. عندنا هنايا كميه تاع سكر بني وكميه تاع سكر عادي سكر تاع القهوه سكر ابيض. هنا بالنسبه للسكر نورمالمون عندنا 125 هنا البنات بالنسبه لكميه السكر اللي يحب لا كونتيتي تاع السكر تاعو يقلل شويه باسكو ديجا عندنا لي شوكولا راح نديروهم في الكوكيز تاعنا. يحب ينقص ينقص. انا هنا حندير 90 90. هي الوصفه الاصليه فيها 125 125 بصح ما تاثرش يعني يوم كي تنقصوا ما تاثرش. انا هنايا حندير 90 غرام 90 غرام باش ما تجينيش بزاف حلوه. راح تنقصي في الكميه تاع السكر انا توجور نقص في لا كونتيتي تاع السكر بصح المارغرين تخليها 125 اي المارغرين نورمال نخلي كلش هو كيف كيف برك انت حد سكر وي فوالا برك السكر عندنا الابيض وعندنا البني خلطتيه. هي من الاحسن يخلطوا في لي كوكيز باش تجي بنينه. هنا جاتني 85 غرام سكر بني زدت عليه شويه تاع استديك شويه مع السكر الابيض. هنا عندنا كميه قلنا تاع سكر ابيض عندنا 125 غرام تاع مارغرين تكون بدرجة حرارة المطبخ. هنا من الأحسن تستعملوا مارغرين ماني باسكو بزاف بزاف بنينة في هاد سورتو في الحلويات. عندنا 125 غرام تاع سكر أبيض 125 غرام تاع سكر بني. أنا هنايا نقصت كمية تاع السكر هذه أنا قلتها لكم الوصفة الأصلية فيها 125 125. أنا توجور ما نحبش الكاطو تاعي يكون بزاف حلو ألوغ نقص 90 غرام 90 غرام. هنايا من الأحسن تخلطوه بالباتر باش يجي بزاف خفيف سينو نديروه غير بالفوي. شوفي لي برك كاين باتر اوكي اش تقول ماشي زيد تقولوا لي اسيا ما تعاونكش ما قالوا واش مساكن والله ما قالوا انت راكي تظلم يا شفتوا هي كيف تامور انا تدارت ليكم بعدنا حبه تاع بيان سيغ بو. هنا عندنا حبيبه تاع بيان اسيا هنايا درنا نعاود لكم برك لي زانغغيديون باش ما تقوليش راكي تزربي. عندي هنايا 125 غرام تاع مارغرين تكون بدرجه حراره المطبخ. عندنا 125 غرام تاع سكر ابيض وبني سينو نقصوا ديروا 90 90 غرام تجي بزاف بزاف بنينه وتجي شغل الحلاوه تاعها ايكيليبري ما تجيش بزاف حلوه وما تجيش صامطه. عندنا لافاني بيان سور وعندنا حبه بيض كامله. نحط لافاني هذه
واحد الخميرة فيها لغاية الفلاس درتها نشتك كيس كاع خميرة وفرينة. أنا يعجبتني واحد الحاجة شوفوا المقادير على بالك على بالك خليه يكمل على بالك عجبتيني شغل ديتي 50 غرام 50 غرام 50 غرام أنا عارفك أسيا تحبي لي شوكولا البدا ولا مازال مازال شوفوها نعمل البدا أعجبها حتى يطلقات جيبي هاي اللي تقدري توزنيها لي وزني 50 بيضة 50 سوداء و50 اصبري نعطيك بول اسيا ثاني اصبري تشوفين نعطيك بول ديري فيه نمسحو برك من الماء هكذا هذا منا فوالا وزني لي 50 نوار 50 اولي و 50 شوكولا بلانش هذه اولي شوفي شحال راهي صافي نتوما شوفوا شبك لو بول خلي حتى يبدا دير صافي اصبع ربعين زيدو قدري اكبر زيدو قبار لا لا راهي 40 هذه 41 51 لازم نحيها 51 قلتي 50 لا لا شكرا خليها ماما شابة اسيا سينو جيبي لي هذوك لي بيبيت صغار كامل خير صغار خير معليش هذه اولي نديروها نخليها وهذه شوكولا شوفي كاين محلولين باش ما نقدرش نفتحو نخمم انا في شوفي هذه خليها نديرها ما بين الطبقات هذه شويه كبيره نعاود نوزن اولي هاي محلوله هاك كاين اولي محلوله اولي محلوله شوفوا خلاص نوزن انا يا ما بيت نوزن 50 غرام بيضه هي من احسن نستعملوا هاد لي بيبيت عندنا 50 غرام بيضه اسيا جبت لي كاع الشوكولا عندك اولي خلاص هذه يختيها خلاص هذه نزيدو 50 غرام شتي الريحه تاعها شفت خلي شن شوفوا الريحه ماشي نشوف الريحه صبري بصح شوفي هذه شميتها وهذه ما شميتهاش الشوكولا شمتها ولا غير شميتها الشوكولا باسكو قدامي فريمون هذه سبون اسيا هذه خلاص زيدي 50 ما تولي 150 150 فوالا بشرى سبعة 163 عطاني شوف عريس تقصد لا تقصد هذا خاطر كاع الناس تحب شوكولا كيما انا كاع تشوف فيا تحب الشوكولا زدت لكم 6 غرامات خلاص بالنسبة هاد لي شوكولا سابا بالك تزيدي لا يعطيك الصحة بالك نزيد نخليها خمي مليح بشرى تسير اسيا كي حبة تخلينا في الشوكولا دوك تيام خلاص كيما تحبي انا بتخلينا يا بتكمي لنا الشوكولا اسيا عاودي برك شوفي لي زانغريديون باش ما نغلطولهمش هنا واش قلنا نعاودو نقول لكم واش درنا كامل من قبل درنا 125 غرام تاع مارغرين بدرجة حرارة المطبخ درنا 125 غرام سكر ابيض 125 غرام الشاشة الوسطى سكر بني هنايا نقصت الكمية تاع الحلاوة هنايا درت 90 غرام شوية تاع لافاني الحبة تاع البيض هنا بالنسبة للشوكولا تاعنا عندنا 50 غرام شوكولا اولي 50 غرام شوكولا بيضاء 50 غرام شوكولا سوداء دوك هنايا لي شوكولا تاعي نديرهم هنايا في الخليط كامل نجيب لك سباتول نرجع لللايف سباتول هنا ندخل كامل هاد لي شوكولا في هاد الخليط بالنسبه للافارين تاعنا لافارين تاعنا راكي دايره الفرينه بالك على حسب سيسي انا دايرين الميزان فرينه
كي تخمي راه داكور فارينا حتى تلم العجينه هكا برك حنايا لا فارين تاعنا كيديروها لازم ما يطموش الكوكيز تاعهم ما يديروش فريمون هاك مروحو باش علاش باش من بعد الكيكه تاعنا تجينا شويه خفيفه ما تجيناش ناشفه بزاف اللي كيش هذوك ما طابو ما طابوش اسيا ما زعما جامي عندك قولي لي فوق راك تغفلي عليها هنايا نديرو كيس تاع خميره كيميائيه نخلط كامل لي زانغريديون تاوعي هنا بالنسبه لهاد هاد المقادير تقدروا ديروا بهم كيكه كوكيز كما تقدروا ديروا بهم دي ميني كوكيز نورمال تعطوهم لولادكم يدوهم معاهم الكوتي ولا هنا يعني ماشي لازم ديروها كيكه سينو اللي بزاف كره من هذوك الكيكه تاع عيد ميلاد يقدر يبدل يديرها على شكل كوكيز كما نشوفوا فيها راهي معمره شوكولا وتجي داخل ثاني محشيه بشوكولا كل حاجه راهي اللي نعرفوها حنايا في فورما دوكا كل حاجه راهي تولي هكا كبيره المره اللي فاتت شفنا مع شفنادية صابلي كبيره هذيك صابلي كبيره واليوم راهي ثاني كوكيز ثاني كبيره هاي بزاف طوندونس هذيك صح نعاود نولي للمباشر شويه تعليقات جاوبينا واش نجاوب برنامج عالمي طوب طوب تحيه البشره واشتياق منورين وريده الجزائر شكرا ليك وتستمر الحياه روز سر البنه هي المراه الجزائريه يعطيكم الصحه راكم في القناه صح هذه عندها الحق هنا بالنسبه للاباط تاعنا هنا لافارين نديرو قيس واحد 250 غرام هكذاك تاع فارينه بالتقريب هنايا علاش باسكو كنديرو لاباط تاعنا بزاف حكمه روحها راهي حتجي الخبزه تاعنا تاع ولا الكيكه تاعنا تاع الكوكيز تجي يعني ما تجيش خفيفه لداخل انا اللي حبيتها تجي خفيفه الوغ هنايا شتو لاباط تاع الصابلي تجي كيما شويه طريه على لاباط تاع الصابلي هنايا سرت تاعها باش نقدروا نخدموا بها واش نديروا لاباط تاعنا من الاحسن نخلوها تريح شويه في الفريجيدر شوفوا لاباط تاعنا هنا كيفاش راهي راهي شويه يعني ماهيش حكمه روحها فريمون تجي شويه طريه على لاباط تاع الصابلي هنايا كي خلوها تريح شويه في الفريجيدر راح تحكم روحها باسكو فيها كميه تاع مارغارين يعني راح تجمد فيها انا هنايا نخليها تريح شويه برك ما عنديش وقت شويه برك في الفريجيدر ومن بعد نخليها شويه في كونجيلاتور انا هنايا نسرع لها ومن بعد ندير الشكل تاعها خليها هكذا بون نغسل برك يدي هنا في الغرب ناس الغرب نديرو الحريرة وانا ناكل شوربة كي نجي لعندكم الجزائر العاصمة دوكا الحريرة ما احنا في العاصمة نديرو الحريرة ديجا غير كي شكون درنا معاك بشرى واقيلة ولا مع كريمة مع درنا نادية الحريرة نادية دارت حريرة لا نادية اي صح باسكو نادية مع شف نادية هي اللي دارت الحريرة ما عندهاش بزاف عندنا اتصال الو مساء الخير الو الو سلام اسيا وعليكم السلام واش راكي لاباس واش راكي حنانه راك مليحه صباح الحمد لله الحمد لله تحياتي العطيره شكون تحياتي العطيره شكرا لك حبيبتي من رائحه الزهور شكرا لك مبليده سلام العابره حبيبتي تعيشي من تغريد الطيور تعيشي شكرا لك من الطبيبه المجروحه الى الطبيبه الشافيه الله الله شكرا يعطيك الصحة قولي لي شكون باش نكتبك دايرك أم سيدينا مبليدة أم مدية أم سيدينا مدية أم سيدينا سيلينا أم سيلينا 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 الله يبارك اسمها بزاف شباب ربي يحفظها لك إن شاء الله أم سيلينا من مدية أخت آسيا نعم تفضلي بنتي تشبه الميغاي ماتشيو نعم تشبه الميغاي لو كان عيط غير شويه باش نقدر نسمعك وتكتب به الميغاي ماتيو شبه وتكتب به كاع الميغاي هذه ممثله لا مغنيه شكرا لك مغنيه شنو البلاد شنو البلاد كاوريه واش من البلاد والله مالك بالبلاد كاوريه وخلاص فوالا تشبه لها كاع هي تشبه لي ولا انا نشبه لها هي تشبه لي
تقولوا لا شكرا تقولوا لا شكرا. انا نشكر في راحي يما سي خلاص وانت كي زوخت شاف بشرى صباح صباح حبيبتي بخير ما تشكروهاش بزاف تبريدة ولا غير شرفتينا يا عمر يتعيشي حبيبتي ربي يحفظك ان شاء الله ما شاء الله يا عمر يتعيشي ماشي غير بير نتمنى ان شاء الله نعم حبيبتي يرحم الكرش اللي جابتك يا عمري ولا غير سام في انورمون بليزير حبيبتي ربي يخليك لو بليزير اي بارتاجي عيشي أم سيرينا قولي لي تعرفي طيبي شوية صافا ايه فطيب صافا تسلكي كلش يا سو بليدي وما تعرفش صح انت ديري الشربة ولا الحريرة ولا الجاري ولا وش ديري كلش انا يا الحريرة الشربة شربة تاع كروية شربة تاع وش تاع كروية هاي شربة واحدة اخرى شربة بالكروية شربة بالكروية شربة بالكروية ولا شربة تاع كروية شربة تاع كروية دي لها كروية فيها كروية فعلا شربة اليابس القرعة زوجية حمراء شربة حمراء هي بالكروية بالكروية وترمي لها وترمي لها مقطفة ايه اش ترمي لها؟ قرفة القرفة والكروية مقطفة مقطفة يا درا سيئة هذه بشرى سيئة سيئة سيارك ياكي في كوزينة لازم تسيئ إن شاء الله بساعدكم أم سيلين عندك حاجة حابة تقوليها ولا لا لا ما شاء الله حابة تضيفيها الله يسلمك يعطيك الصحة تعيشي أنا حبيت نسقسيك شاب بشرى تعيشي قولي لي حبيبتي تفضلي شاب بشرى لما ندير لهم الشخشوخة تاع الخبز نعم شخشوخة خمن لي نرموه شخشوخة تاع الخبز واش ندير لهم شخشوخة تاع الخبز خمني نرمو تاع الخبز شوفي نموت عليها سختو في الشتاء في بتاع البلديين شوفي شحال نحبها وسختو كي ديرها هذيك الزيتون من الفوق تجي بزاف بنينه تجيب لي هذه القصيبر من الفوق تجي زين بنينه اه يودي نموت عليها شوفي ماما بزاف ديرها لنا ان شاء الله ديرها لهم ان شاء الله كفيك راه هكذا ويا سعدك نعم حبيبتي قلت لك ويا سعدك بيان سور باش يعني فكره من افكار يعني انه ما نرموش الخبز والله بزاف بنينه يعطيك الصحه ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله يا ربي نحطوها في البرنامج ان شاء الله ان شاء الله سلموا على سميه على شيف ناديه وما شاء الله عليكم راكم في القمه اي بلا شكرا لك باش تقدر النيميرو تليفون تاعك راكي حله خلي عندي ايمان النيميرو تاعك انا نعيط لك اي سالي انت تلهم النيميرو نورمالمون داكور ان شاء الله 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 شكرا لك يعطيك الصحه ام سيرين حبيبكم بخير يعطيك الصحه اسيا ولا غراكي في القمه اسيا ربي يخليك حبيبتي تعيشي ربي يجازيكم شكرا لك مع السلامه بلمسيه راهي زوج ونص بشرى وين رانا لاحقين انا ما بونسيين حاله رانا لاحقين في الكوكيز حطيتيها تبرد لاباط هاد الميلانج الرائع خفت نجي تحاوزيني ما تجيش كملتي على بالي هنايا بالنسبه للكوكيز تاعنا قلت لكم هنا من الاحسن لاباط تاعنا خلوها تريح وضرب ربع ساعه هكذاك باش كي نجي حنخدمها يعني ما تعذبنيش في الخدمه تاعها كما على بالنا فيها لا مارغرين يعني قد ما تريح في الفريجيدا قد ما تحكم روحها انا هنايا درت هنايا شوفوا المول تاعكم اللي ديروا فيه ولا لو سيرسو انتم واش تحبوا انا هاد لي زانغريدون اللي تسمى لكم قلت لكم سيرسو تاع 18 سنتيمتر 18 سنتيمتر تجي بزاف هايله يعني ميم في الحجم تاعها تجي شابه دونك هنايا الكيكه تاع الكوكيز تاعكم حبيتوها بزاف عاليه حبيتوها شويه هابطه يعني الاختيار يعود لكم نتوما انا هنايا لاباط تاعي نقسمها على زوج ندير طبقه اولى انا هنا نحن عاوني يدي بالزيت باسكو لاباط تاعي مش مليحه مليح لازم يعني تحكم روحها مليح باش نقدر نخدم بها ومن بعد في الوسط تحبوا ديروا شوكولا تختيني كما تحبوا ديروا هاد البنه الرائعه تاع الشوكولا هذه بزاف هذه كي تذوب تولي بزاف بزاف بهنا بس كاين دي كاين فيجيكا وكاين اللي بزاف ما يعني ما يذوبوش مي هذه شوكولا دادا بزاف بزاف بنينه و اون بليس بزاف يعني تذوب ثم ما تقعدش هكذا بنينه صح ايه بنينه اسيا بنينه لا بنينه من بعيد اسيا زدتي شويه دوك نجي ما تلقايش واش تحطي مع هذا ولا كاينه فكا معمر قولي لي كاين السرقه يا ما شاء الله عليك بشرى وصفاتك في القمه خاصه في الحلويات ملكه تاع الحلويات ربي يخليك دوك اليدين فنانه دمتي متالقه احلى من بومرداس وليت كيما انت تحياتي اسيا باش تدخلي في القلب شكرا لك حبيبتي حصه الو السهاف وصباح الشروق تحيه لكل زملاء كل برامج الشروق هنايا يعني نيتالي وكامل الطبقه الاولى وبعدها نديرو شوكولا دادا
علاش كي تقولي شوفو دادا زعما وتخزري فيا هكذاك وزعما وشنو زعما واش تقولي لي رواحي مرمز شوربه تاع مرمز شوربه مرمز جوعه ايه هاي كونسونطري يا سنة راهي مركزه راني مركزه مع شوكو دادا امي شوفوا فيك راهو داخل يا سينا معاك هذه الذوب اسيا بزاف بنينه كاين دي شوكو ديرهم ما يذوبوش لداخل يعني تقعد هكذاك مي هذه الذوب بزاف بزاف بنينه سورتو كي خلطتي لها فوالا درت ميلونج باش ما تجيش حلوه بزاف ميم كي درت لها النوار ما يشرح تجي حلوه بزاف هنا صافي قسمتي لاباط على سنين على سنين فوالا الاولى من بعد تحطي الشوكولا من بعد تحطي ومن بعد نديرو الطبقه الثانيه هنا اللي حاب يدير شوكولا تختيني شوكولا تختيني يقدر يدير شوكولا تختيني هنا برك من بعد هذا كمل انا اللي عاون في يدي بزيت باسكو لاباط تاعي ماهيش مريحه مليح يعني لاباط هي من الاحسن تجمد لي شويه باش نقدر نخدم بها سينو تقدروا نتوما ديروها كي تريح يعني تقدروا تخدموا بها دي عرفتومو هنايا نيتالي كامل كوكيز تاعي استقبلوا هذا الاتصال الو 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 مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام وشراكي اسيا لاباس لاباس الحمد لله سؤال عليك الحمد لله ولا غير لاباس الحمد لله كيف بشرى راهي مليحه ولا غير الحمد لله الحمد لله معك ام ايه من بليده ام ايه من بليده اه مرحبا بك ام ايه راكي جارت واحد الناس لا لا واش راكي جارت ناس بليده ولا غير لاباس الحمد لله يسلم عليكم يسلمك يعطيك الصحه شكرا لك الحمد لله ام ايه مع بشرى معليش ام ايه نعم قلت لك حبيت نهضر مع بشرى معليش معليش تفضلي اسمعي حبيبتي السلام شاب بشرى شراكي لاباس شراكي حبيبتي سافا كي بخير الحمد لله انت يا كلابات نحبك 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 نموت عليك يا عمري وانا نحبكم 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 نموت عليكم يسلمك وتوجور ندعي لك كل ما تعطينا غوسات سورتو لي كاطو نتبع عيش يا حبيبتي ربي يخليك قولي لك شماكم حابين وصفات معنا ان شاء الله انا راني حابه الغربيه ما تنجحليش تجيني يابسه توجور تجيني يابسه مانيش نسمح فيك حبيبتي تقدري ترفعي شويه صوتك قلت لك الغربيه تجيني يابسه نسيها شحال نقدر تجيني يابسه الو معليش تعاودي ترفعي برك الصوت تاعك شويه باش نسمعك حبيت الغريبيه يعني خاطرش كي ندير صح معليش كي بدات تعيط قطعت الاتصال دوماج تقدري تعاودي تعيطي لنا رقم الهاتفي دائما راهو في خدمتكم باش تقولي لنا واش راكي حابه معليش واش نعاود نولي لك نعاود نوليو زعفتكي ولا غير زعفتي شفتك كانت حابه تقول لك حاجه حبيت نعرف شي حابه باسكو خاطر طلبت حلويات ماما قالت لي غريبيه ماما قالت لي غريبيه ان شاء الله تعاود تصل بينا وتحكمنا وتقولنا واش راهي حابه ان شاء الله هنا بالنسبه للكيكه تاع الكوكيز تاعنا قلت لكم هنايا تستعينوا باي مول عندكم ولا باي ساخسو عندكم والحجم تاع الكوكيز تاعكم يعني اذا كان اذا حبيتوها تكون فريمون عاليه ولا تكون شويه هابطه انتم تحكموا فيها قد ما تكون عاليه تجي بنينه وتجي شابه وما تقدروا تزينوها من فوقها ما تقدروا ديروها تارت الانيفيرسير يعني تجي بزاف هايله وفكره جديده هنايا قبل ما تطيبوها خلوها تريح ثاني نص ساعه واحده اخرى في الفريجيدر ولا في الكونجيلاتور ودخلوها طيب على 180 درجه هنا تشد لكم واحد القيس 15 حتى 20 دقيقه جوست ما طيب وسولها كامل بالموس هذوك لي بور تاعها ما يمكنوهاش تمثم باسكو قادره تنقسم لكم لازم تخلوها شويه تبرد لكم ومن بعد يعني قلبوها والتزيين يكون اختياري تقدروا تخلوها هكذاك سام باسكو فيها لي بيبي تاع الشوكولا كما تقدروا تزينوها بتزيين خفيف كما كنت درت لها انايا شويه تاع كاراميل ديرها في كونجيلاتور ومن بعد ندخلها الطيب يعني بعد ما توجديها كامل تعاودي تحطيها في الكونجيلاتور فوالا هنا بالنسبه للشوربه تاعنا كنت درت الفليك تاعي ودرت الحميصه باسكو كانت ديجا طايبه من قبل ومع التالي رميت هذاك الحار تاعي اللي حب يديرو حب يستغنى عليه يعطي بزاف قو بنين للشريبات تاعنا حنا الشربات تاعنا بشرى شتي نديرو لها الخضره اه بصح انا كي رحت للشرق شفت الجاري تاعهم يديرولوش يديروها غير بالحشاوش ولا الا كنت غلطه صحوا لي في التعليقات انا على بالي بلي وين رحت يعني
وين رحت في عنابه وشويه في الشرق يديروا الجاري تاعهم يديروا له ني كارو ني هذيك سروديه ني والو يحطوه برك في الحشاوش ويديروا لها الكرافس ثاني صح كرافس وتجي حمراء فوالا. وانا كنت نهار السبت كنت كليتها عند وحده بسكريه وكان نقول لك شحال بنينه بزاف بنينه واش قالت لي قالت لي السر تاعها يكثروا لها الثوم قالت لي حنا قد ما نديروا لها الثوم تجيب كل وحده وكيفاش دوك صادي بغم بالك انا هذه اللي كليت عندها طريقتها هكذاك سينو كاين اللي يكثروا لها بزاف بزاف الثوم ويستغنوا على البصل دوك كل واحد كيفاش يديرها هي بزاف كل واحد كيفاش يديرها سورتو طياب اسيا ما نحكموا على حتى واحد باسكو كل وحده تحب تاكل حاجه على حسب واش تحب هي بيان سور مي لي كاتو باينين كل واحد والذوق تاعو فوالا. وهي كي ديري لها الفريك شحال تقعد باش تشوفها بلي عقدت شويه الفريك تاعكم ميتي بكم طفوا لها ديروا لها هكذا شويه تاع حشيش حشيش مدقوثان بزاف بنين في لافون حشيش هو القزبر لا لا فوالا يقولوا القزبر ونعناع. وكاينه حاجه انا كاين انتوش نديرها لها شريبه فريك مع التالي توجور نزيد هذيك الحفنه الصغيره تاع نعناع يابس تعطي قو بزاف بزاف بلي الشربه تاعنا وهذه انا نديرها يعني ماشي انا نحب نديرها انا صح تعطي قو بزاف بنين هنا اللي كيشتاو انا ميطيبو كنت طفيت لهم من تحت شعلت لهم من الفوق شتي كيفاش يطلعوا طلع كامل هذيك لاباريا كيش تاعنا نقعد لهم غير لا دوغ و عندنا اتصال. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راك اختي اسيا لاباس؟ لاباس الحمد لله. سؤال عليك؟ لاباس لا غير الحمد لله. السؤال عليكم اولا غير الحمد لله. شكون معنا؟ الحمد لله. امري مريم من سيدي موسى. ام مريم من سيدي موسى مرحبا بك. اي سلمك تعيشي ربي يحفظ لك مريم ان شاء الله. اي سلمك تعيشي في حياتك تعيشي. ام مريم نعم انت ديري الشربه ولا الحريره ولا واش ديري؟ عندي الشربه. ديري الشربه ديري شربة حمراء ولا شربة نعم شربة حمراء ولا شربة بيضاء ولا شربة تاع القرنون؟ شربة حمراء نديرو شربة بيضاء. كريمة ورا كريمة والله. وشربة تاع القرنون درتيها ديجا؟ لا لا ما درتهاش مازال ما سييتهاش. ما تعرفيهاش؟ ما نعرفهاش أول مرة. ولا غير شوفي غير سييها بزاف بنينة على بالك. خلاص في خاطرك نسييها. أيا خلاص سييها وبعثي لنا باش نشوفوا. خلاص ما فيش مشكل. نهضر لنا شاب بشرى. ان شاء الله يماك شاب بيان سيو حبيبتي وشراكي. لاباسك مليحه شاب بشرى؟ صاب الحمد لله وانتم ماكم بخير. لاباس لا جملتكم والله الحمد لله. الحمد لله يا ربي الحمد لله. شحال وانا نسيي باش نحكمك هذا وين حكمتك؟ الحمد لله. وشاني حابه نحب لي كورني مع السلين. راكي حابه لي كورني مع السلين؟ قولي لي راكي حبتهم تاع الفوق ولا تاع اللي نقلوهم؟ اللي نقلوهم. راكي حابه تاع المقله؟ اه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله. هذا مكان هذا مكان راني نعيط غير على جالهم. شوفي باذن الله ان شاء الله يكونوا الاسبوع المقبل الاربعاء الجاي ان شاء الله يكونوا. خلاص ما كاش مشكل ان شاء الله ان شاء الله. صاحبي يعاونكم. ام مريم انا وانا واش حبيتي نطيب لك؟ انت هاكي هايله هاكي هايله انا هايله نقعد قولي لها عاوني بشرى قولي لها عاوني بشرى انا ندوق برك ندوق ونقول لكم راك قايلين الله يبارك ربي يدوبهم ان شاء الله. الله يسلمك يعطيك الصحة. شكرا يعطيك الصحة مع السلامة. اسيا ابغى نقول لهم انايا ولا غير اسيا تعاون تعاون يعني مر الكواليس باش ما اونسي جامي يقول لك اسيا صعب تعاون. لا لا فاهموا على بالهم بلي انا نقصروا على كل حد باش ما شويه على خاطرهم فوالا باش ما تجوش ساعة شوية كاين بزاف خاطر يلحقوني ميساج بون ماشي بزاف وريت لك الحقني ميساج شوية بزاف ما تهضريش بزاف واخر منا دوكا كيف نديروا نهضروا بزاف هكا ما نهضروش لا لا اسيا ديفات يكونوا بزاف معليش نكون انا هذه هي انا دايره فوالا ميم ديفا كي يكونوا كاينين بزاف دي غوسيت تحبي تعطي وقت بزاف للشاب. فوالا انا هذه كيما نقول لك حصه الطبخ انا ماذا بيا انا ما نبقاش نكسر لكم في راسكم نبقى نحكي بزاف ونهضر معاكم ماذا بيا تفهموا يعني الوصفه كيما عشان كي تضحكي على بالي كي تضحكي نضحك. بشرى ولا شاف ناديه ولا حتى شاف كريمه كيمد لكم الوصفه يمدوها لكم بالديتاي بالتفصيل الممل كيما نقولوا صافي ما نحبش نقاطعهم كيكونوا يهضروا يشرحوا لكم في الوصفه تختو بشرى تحب حاله مد هكا يسكتوا في الكاطو غير سكت تقول لنا سكتوا نهضروا عادي شتي في الكاطو كيفاش نبروشي يبداو كاع يقولوا شحال هضرتي اليوم شحال هضرتي نقول لهم لازم نهضر لازم نوصل المعلومه باسكو صح في لي كاطو والله يا اسيا في لي كاطو كي نقريهم يسمى تسبيني توجو على بالي واش راهي المشاهده قادره تسقسي وحدها فهمتيني؟ اي صح تقعدي دايما توجو نقعد نسقسي في روحي ونجاوب في روحي على المباشر. صح
صح خد غير مليحه لا مليحه هكذا باش يفهموا كلش بس الحق لهم المعلومه سوا سوا هلا بالنسبه ان شاء الله اسيا اليوم كملت وخملت وغادي حنا نبدا نوجد راح تبدا توجدي شتي ها هي شربة فليك من الاحسن ولا مازال هي شوفي اسيا شربة فليك من الاحسن نقصولها خلها تطيب فعقلها انا بحكم انه مباشر ويعني عندنا ضيق وقت عندنا ساعه ونص يعني هنايا زربت لها شويه طيابها ما هي من الاحسن نقلوها في يعني في عقلها انا قلت لكم مينيموم ساعه نقص لها نديرها بيان سور في قدرة تعطين يعني باش تجي بزاف بنينه وتجي تجي يعني طايبه على قنيها سينو هنايا قلت لكم سرحت لها شويه مي ليسونسي كاينه ريحه كاين شويه ريحه هايله هنايا دار نادي بالك ناديه اسمها ولا قالت لنا الشوربه تاع الشرق خاصه قسنطينه الشوربه هي الفريك ما فيه والو غير الملح فلفل كحل والزيت وطماطم تاع العلبه وحبه طماطم هادو كامل نقلوهم جيدا نمرقوا ومن بعد نحطوا الفريك اي كيما قلت لك حتى تطفى وفي الصحن كيما قالت هي يعني في الطبسين نحطوا الدبشه الدبشه اللي هي الحشيش حنا نقولوا له الحشيش تاع الشوربه اي فوالا انا على بالي بلي صاحب الشرق يعني تاع الناس في الشرق ما يديرولهاش انت اللي قولي لي لا سي بون ماشي لا لا راني نقول لك بلي سي بون طفيت راني نشوف فيها برك على الشاشه اي راهي على الشاشه راهي حمر الله الله درتي لها دبشه ولا مازال درت لها استقبلوا الاتصال الو مساء الخير الو مساء الانوار مساء النور واش حوالكم لاباس لاباس الحمد لله وانتم واش راكم والله صافا الحمد لله الحمد لله شكون معنا نجمة من قسنطينة نجمة من قسنطينة مرحبا بك جابك ربي نجمة كنا نهضروا على قسنطينة وانتي دخلتي هي تخبيا وانا عندي دوكا 4 ans وانا نحاول باش نتصل بكم اول مره نحكم ايش شتي لو كان على بالنا نهضرنا على قسنطينه عندنا شحال ربي يحفظكم ربي يخليك تعيشي عايزه نشكركم على الحصه هذه يعطيكم الصحه على الجودات اللي راكم تبلو فيها انتوما ولي شاف وكامل طاقم الشروق يعطيكم الصحه يعني فريمون صح نقصتوا لينا بزاف تخمام في الكوزينه وكلش بارك الله فيكم فيكي بارك حبيبتي شكرا بلا مزيه احنا هذاك هو الصح ايسونسيل انتم تكونوا بيان ويعجبكم الحال على الاقل فهاد الساعه ونص تاع الواحده ونص ثلاثه فوالا والله نحسنا على خاطرنا ديما نتسناكم هكا يوميا يعني من الوحده ونص وانا لازمني فرونجي مع التلفزيون ما نخلي كلش ما ندير والو المهم نتفرجكم فدير يعني ما تعيش يعني جميع برامج الشروق ما كاش ما كان ني شغل ني والو غير والو 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 ما فيهاش شكرا لك ان شاء الله دائما بقاي وفيه يعيشك بارك الله فيكم عندي طلب برك الاخت اسيا حبيت لكان ديروا لنا وصفات مرضى النقر وصفات تاع كعك النقاش لا لمرضى النقر اللي عنده لاغوت مرض لاغوت وش يقدروا ياكلوا كامل وشو هي حاجه اللي بوم ماشي وش يقدروا ياكلوا شو هي حاجه اللي ممنوعه عليهم يعني وش الحاجه اللي ممنوعه هما زين هما يعني ممنوع عليهم تقريبا كلش كيما نقولوها الحوايج نتاع البروتين كامل ممنوعين الحبوب حوايج كثير من البروتين على ما اظن تبي ربي بزاف ايه احنا هاد شفتي نجمه هاد الامورات احنا ماذا بينا نخلوهم شيف يكون مختص يعني اخصائي تاع التغذيه احنا حتى يكون ان شاء الله لازم نجيبوا كيما نقولوا نجيبوا الوصفات من عنده وعندنا كاين ثاني كاين برنامج تاع دكتور هال تقدري ثاني تطرحي لهم هاد لكن انت مادام راك تحوسي على الوصفه احنا ماذا بينا يكون اخصائي تغذيه ان شاء الله لما لا يمد لنا يا هو يمد لنا وصفه وحنا نجيبو يا يجي هو كومبلي يجي طيب لنا هنا وصفات خاصه بهاد الامراض ان شاء الله طيب شي بارك الله فيكم ان شاء الله يا ربي شكرا شكرا نجمه يعطيك الصحه الله يسلمكم ويعطيكم الصحه مع السلامه سلمينا على ناس قصدينا شكرا لك راكي ما عليكيش تضربي معاهم انا نديمو لي فيهم هنايا ديكيش تاعنا شوفوا طابو هنا يدو يعني اون بال دوغ هنا بعد ما طابو لنا شوفوا هنا الا شفتوهم بلي لصقوكم شويه في لي كوتي نورمال جيبو موس نحوا لهم هكا شويه هذيك باسكو لاك هذيك لاباري اللي درناها تلصق شويه في لي كوتي نورمال نحوها بموس وديمو لي لاكيش تاعكم ما
معليش تحطي لنا لا غوسيت، قولي لنا واش من لا غوسيت باش نحطوها. نورمالمون تاع ليكيش، تاع ليكيش صرفه قليه، صرفه قليه، صرفه قليه، فوالا. بشرى الله يبارك، واسيا ما شاء الله راكم منورين، نبغيكم بزاف. السر هو انك تقلي اللحم مليح. شكرا لك حبيبتي. الجواب هو كامل، راكم جاوبوا نفس الطريقه، تقليه تقليه. اغلب طبخات لازم تقلى مليح، اكيد كنا قلناها سر كامل في كي تحطي هذيك اللحم ولا هذيك الحاجه وتقليها مع البصل مليح مليح، لانه البصل كي يتقلى يولي بزاف. هذيك الكوكيز حطيتيها في دوك نديرها آه طيب. فكرتيني فيها. طابو هما تخليهم حتى يتحمروا ولا كل واحد كيفاش؟ كل واحد كيفاش يحبهم، ما يقدرش يعرفوا بلي طابو هما باينه، يشوفوا بلي لي بورد حمروا لهم، الا قعدوا شويه ماشي حمر من الفوق يطفوا لتحت، يشعلوا لهم شويه الفوق حتى يشوفوا بلي لاكيش تاعهم ما تشدش الوقت. اسيا حنا عندهم ديكوراسيون هكذا شويه بمعدنوس. ام هبه قالت لنا الشربه في بسكره نكثروا من الثوم وشويه بصل وراس الحانوت يكون من نوعيه جيده ومكوناته مختاره بعنايه، من بعد ما تكمل طياب نلوحوا فيها قرن فلفل اخضر والسر فيها تقلي البصل والثوم. فوالا هم لي كليكيش كيفاش خرجوا راكم تشوفوا فيهم، والمقادير راهي على الشاشه. هادو هما المقادير تاع كيش بالسلق واللحم المفروم. بعد هما اللحم المفروم يحبوا يبدلوا، يحبوا يديروا فليكيش فليكيش يقدروا يديروا اي حاجه، يقدروا يديروا اللحم وحده، يقدروا يديروا السلق وحده، ما يحبوش السلق، يحبوا غير الفرماج. فوالا يحبوا واش يحبوا يديروا يديروا، يعني لي فاكس عندهم لو شوا. هنا ليكيش تاعنا وطابو قدامهم، الكيكه تاع الكوكيز تاعنا قلنا نسخنوا الفرن مسبقا، نديروها على 180 درجه، نخلوها طيب لنا، كي نشوفوا بلي لي بورتي وحاكم الحماروز نحمروها من الفوق، ومن بعد نحولها كامل بالموس هذوك لي كوتي. كي تبرد تري تري بيان باش نقدروا نديموليها باش ما تكسرناش. لا ديكوراسيون زينوها كيما تحبوا نتوما بالحاجه اللي عندكم. يعطيكم الصحه، برافو. اول مره نشارك، اول مره تشاركين، ان شاء الله ماشي اخر مره، وان شاء الله ان شاء الله تربحي. راهي ما نبغيش كملتي بوشرا، خلاص كملت اليوم. راني نشوفك كي واقفه قاعده تخضري في الساعه فاصل. يوم كملنا بالخف خلاص ملاكي شاطره اليوم، راكي شطور كل يوم شاطره على كل حال. اليوم جست خفيفه ظريفه والله. صح حنا نروحوا فاصل قصير ونعاودوا نرجعوا لكم على طاوله التقديم. كوكيز راهي بزاف توندونس، حبيتوا ديروهم دي ميني كوكيز ديروهم دي ميني كوكيز. وكنت هنايا زيت الطاوله تاعي ببوراك ودرت صرو ديام شرملا حارة كملي حارة. شكرا لك. حنا دايرين لك كابتور على كاش اسم باش هكذا كيدخل في القرعة. قالت لك عطيني المقادير هذه انا راني حابة ناكل. السر في التقلية اللحم على البصل والقزبر. سهيلة خلفي سهيلة سهيلة دير لها بالكابتور. فوالا سهيلة البارح ما درناش، نزيدو واحدة أخرى. يلا مازال عندنا شوية وقت. هذه ما هذه راهي مريبوندي على شهرة سوسو قالت لك في التقلية. في التقلية هذا هو الجواب. شهرة سوسو نديرو لك كابتور باش نحطوك في القلة. هذه هي واحد موافقة للجميع، ان شاء الله يكون عجبكم الوصفات تاع نهار اليوم. تلقاو غدوة ان شاء الله مع شاف نادية الطلب.